دينار كل سنة. الإبر تحتاج إبر كم؟ والله مش أنا عشان أعالج أولادي ألاقي حالي اللي أنا محبوس، مش عشان أدفع الالتزامات اللي علي. أنا أخذت قروض اتدينت عشان أعالج أولادي، علاج أولادي مكلف بالسنة، بيكلفني فوق 5000 دينار. هذا كله أحسابي أنا، دخلي ما بيغطي ملتزمات وإيجار بيت وأكل وشرب وعلاج، فبضطر أنه ألجأ للقروض. المشكلة الرئيسية أن لابد أن القضاء أن يفرق ما بين المتعثر وما بين النصب، وهذا للأسف يجب أن يكون هناك تعديل بالقوانين، لأنه كثير من المتعثرين أو المقترضين بسبب الحالة الاقتصادية لم يستطيعوا الوفاء بديونهم فأصبحوا متعثرين. بال 2020 تعرضت لاخر ضربه بشيكين معدلهم 7000 دينار وانحبست عليهم وما في مصاري. عزمت النية انه خلص اني انا بدي ابيت بالسجن الحكم هذا. كان عقد اجاري مخلص عقده، صاحب الملك فاوض تسويه 7000 بطلعه من السجن مقابل يسلم المحل.